Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. And welcome to the second webinar on young work. جميعا اينما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني. اسمي ماريا تيروتسوناكي. انا موظفة في الاتحاد الدولي لنقابة العمال في بروكسل. كنا نتوقع من الميسر أن ينضم إلينا، ولكن للأسف زميل بيبي يواجه صعوبات فنية، ويحدون الأمل أنه سينضم إلينا قريباً. سأدير أعمال هذه الجلسة حتى لا نهدر الوقت و نستفيد من هذا اللقاء. كما ذكرت آنفا، هذا هو اللقاء الثاني كلقاء افتراضي ينظم من قبل الاتحاد العالمي، على أمل أن تكون مثل هذه اللقاءات منصة للشباب كي يتقاسموا مشاكلهم، طريقة التعامل مع تلك المشاكل في بلدانهم في ظل هذه الأزمة، وكيف أثرت هذه الأزمة على الشباب، من فقد وظيفته، من يتدرب للحصول على وظيفة، من كان على وشك البدء بعمل جديد. في الاجتماع الافتراضي الأول الذي مضى قبل أسبوعين، ركزنا على الآثار الناجمة من جراء أزمة كوفيد-19 على الشباب، ونحن كتنظيمات نقابية ما هو دورنا دورنا لتقديم الدعم والمشورة. ولدينا مشاركون من أقاليم مختلفة، 6 أقاليم مختلفة، وكل منهم سيف يعرج على طريقة التعامل مع الأزمة وما هو دور تنظيمات نقابية. في هذا اللقاء الثاني سنناقش من خلال 3 محاضرين كيف نستطيع أن نعين الشباب، كيف يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها ولكن الطبيعة الجديدة، والظروف التي سادت لن تكون ظروف مواتية. نعرف أن الشباب طالما استخدموا في وظائف غير مستقرة، عقود غير مضمونة، معدلات البطالة بين أوساط الشباب مرتفعة جدا في بعض البلدان. الشباب عرضة أكثر من غيرهم لأن يبقوا بدون عمل لفترة طويلة. في الوقت نفسه هناك تواجد كبير للشباب في الاقتصاد غير النظامي، وبالتالي من المهم كان أن نعرج على كل هذه المسائل حتى نرى أن الوضع الجديد سوف لن يكون كأن شيئا لم يكن، وأن الأمور يمكن أن تعود إلى طبيعتها، وبالتالي يجب. سنبدأ الآن. سنستمع إلى نيس كورونسيان، وهي رئيسة تنظيم مركزي في الفلبين، وسأطلب منها أن تقدم نفسها. وبعد نايس سنستمع إلى أشنا ودوروثيا. بعد ذلك سنستمع إلى أسئلة وأجوبة، وأنا سعيد أقول لكم أن ديبي بوراس انضم إلينا وسأعطيه الكلمة. مساءكم مساء أو صباحا الإخوة والأخوات من كل أنحاء العالم، وشكرا لكم. كما قالت ماريا، أنا نائب الأمين العام لسنترو، وأنا من القيادات الشابة النسائية. Thank you.
مرحبا أيها الرفاق ورفيقات، أنا أسمى من موريشيوس وأنا أعضو في اللجنة الشبابية ومن القيادات والمنظمين. مرحبا، اسمي دوروتيا، أنا من اتحاد البحارة في كرواتيا وأيضا أمثل الشباب في النقابات العمالية الخاصة بالنقل. Over to you, Debbie. Hola, buenos días. Acá el kalima, Debbie. Primero disculparme por la demora. أولا أتقدم لكم بالاعتذار لهذا التأخير. تأخرت. كان واجهت صعوبات في الوصول إلى هنا، لكن أعتذر بشدة عن هذا التأخير، ولحسن الحظ تمكنت من الوصول. أود أن أشكر الجميع المتحدثين وجميع المتواجدين هنا لمشاركة الخبرات. آمل أن تكون هذه الخبرات التي سنشاركها اليوم مفيدة للجميع. نحن نركز على دور النقابات العمالية، ما الذي يمكن لنا أن نقوم به؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها من أجل التأثير، من أجل أن يكون لنا تأثير سياسي؟ كلنا نعيش في نفس العالم، ونحن سنأخذ نهج ثلاثي الأطراف، وعلينا أن ننسق هذا النهج وهذه المقاربة. يجب أن نتخذ مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان. أبدأ بالقول بأننا سنحتاج وقتاً طبعاً لنعرف، سنخصص وقتاً لنعرف ما تقومون به. يجب أن نبني على الخبرات المشتركة الموجودة ما بيننا. وبناء على ما تقوم به نقاباتكم وما عليها القيام به وجدول أعمالها الحالي، علينا أن نحدد ما الذي سنقوم به لكي يكون هناك نوع من الوضع الطبيعي والحالة الطبيعية. نبدأ مع السيدة نايس. ما الذي قمتم به حتى الآن؟ ما الذي قامت به نقابتكم حتى الآن؟ وما هو رأيكم بخصوص ما يمكن أن نقوم به الآن بعد أن خرجنا من هذا الإغلاق العام أو هذا الحجر والحظر؟ كذلك يهمنا أن نعرف منظور النساء، المنظور النسوي. نايس. شكرا لك أخ ديبي على دعوتي لكم هنا. قبل أن أجيب على هذا السؤال، سيكون من المفيد أن أقول لكم بأنني بدأت نشاطي في هذه الحركة منذ كان عمري 19 عاماً، أي منذ 30 سنة. وأذكر في ذلك الوقت أنني كنت مراقبة ولم أشارك كثيراً في الكلام، كنت أجيب أو أتكلم إذا تم توجيه سؤال لي أو تم توجيه الكلام لي. بالتالي أنا لست من الأنواع القيادات التي بدأت حياتها بطلاقة في الحديث والمشاركة، ولكن بعد تشجيع من عدد من الأعضاء وأيضا أنشطة تدريبية وأنشطة تثقيفية شاركت بها، وأهمها بالنسبة لي كان تدريب للحساسية للنوع الاجتماعي. هذا كان مهما كتدريب لامرأة شابة لم تكن تمتلك ثقة كافية بالنفس توازي ثقة الرجال. فنحن نعيش في مجتمع يمتلك فيه الرجال سلطة ونفوذ أكثر من النساء. بالتالي هذا كان إحساسي، وأنا
أكبر وأنضج، ولكن من خلال الدورات التدريبية تمكنت من تطوير الكثير من القدرات. القيادة تعطي مساحة للنساء، وهناك مساحة للنساء في الحركة العمالية، لكن هذا ما زال يشكل تحدياً بالنسبة لنا. إذن هناك الكثير من التحديات بالنسبة للحركة العمالية، فنضالنا ليس فقط اقتصادي ونضال سياسي، بل هو نضال يتعلق بالمواقف الشخصية، بالتوجهات الشخصية، كيفية تعامل الرجال مع النساء من بين القيادات ومن بين أعضاء النقابة. فهناك نقابات يقودها رجال رغم أن الأغلبية القصوى من الأعضاء هن من النساء. هذه هي إذن التحديات، ونحب أن تكون هذه التحديات من الماضي. إذا كنا نريد أن نتخيل عالماً أفضل وعالم جديد، أريد أن نبني مجتمعاً ليس أنا لوحدي، لكن نقاباتنا أيضاً تحلم بأن يكون هناك حركة نسوية داخل الحركة العمالية، حيث لا تحتاج النساء إلى البكاء إذا أردنا وضع مطالبهن على أجندة عمل النقابة. هذه هي إذن الأمور التي يجب أن نعالجها كحركة عمالية تدعو للمساواة. فالمساواة ليست فقط التوزيع المتكافئ للثروة، بل أيضا التوزيع المتكافئ للسلطة والقوة ما بين الرجال والنساء. بالتالي بالنسبة لنا كنساء شابات، فنحن نؤمن بأن العمل في تجارة الجنس هو ليس عمل على الإطلاق. كذلك ما كان مهما بالنسبة لنا هو اللقاء مع ضحايا البغاء أو تجارة الجنس، ويجب أن يكون هناك مصادقة على القرار 119، حيث نجحت الحركة العمالية في اعتماد هذه الاتفاقية كاتفاقية دولية. إذا كنا نكافح ونناضل ضد العنف، يجب أن نتأكد من الإقرار بأن البغاء هو نوع من العنف ضد المرأة. بالنسبة لنا هذه من القضايا الهامة والأهم بالنسبة لنا. إذا كنا نسعى لبناء حياة طبيعية أفضل من الماضي، أريد أن أرى مزيداً من البلدان تقوم بالتوقيع على الاتفاقية 190. الحركة العمالية ترى في ذلك أهمية كبيرة لمجتمعنا من أجل تحقيق المساواة. أما الأمر الثاني، فكامرأة شابة، نحن نقوم بتنظيم عاملات في المنازل في الفلبين وخارج الفلبين، عاملات المنازل في كل أنحاء العالم، اللواتي تعانين من الكثير من التحديات والمشاكل من جراء هذه الأزمة. طبعاً هذه تفاقم الوضع سوءاً. هناك الكثير من المشاكل التي واجهناها، وهن لا يمتلكن فرص كافية من أجل الحصول على الخدمات والأجور. كما تذكرون في العام الماضي، فإن الاتحاد الدولي للنقابات خلال يوم النضال العالمي قمنا بمطالبة باستثمارات حكومية في قطاع الصحة. وإذا كنا نريد للمستقبل أن يكون أفضل، نقول للحكومة أنها يجب أن تركز على العمال، على مساعدة العمال وليس الشركات. نحن نشهد تداعيات هذه الجائحة، ونشهد أن الحكومات فشلت حول العالم في معالجة هذه الجائحة، لكن
to also put forward our alternatives or يجب أن نضع بدائل ونقدم بدائل ورؤية بديلة. وكما قلت سابقا، إذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل أو وضع طبيعي أفضل من الماضي، لا يكفي تغيير العلاقات الاقتصادية وعلاقات القوة الاقتصادية، لأن العمال يجب أن يمتلكوا هذه القوة وهذه السلطة. يمكن لنا أن نحلم بمجتمع أوسع يمكن لنا فيه أن نسيطر على علاقات القوة في الشركات، لكن هذا لا يكفي. بالنسبة لنا كنساء نريد أن نوضح كيف يمكن أن نغير السلوك وعلاقات القوة بين النساء والرجال، وهذا يمكن أن يحدث إذا من خلال التعليم. وحتى خلال هذه الجائحة هناك تحديات أمام الحركة، نحن نستخدم هذه المنصات الافتراضية من أجل تطوير القيادات. نحن لسنا قادة الغد فقط، نحن قادة اليوم، وبينما نحن نقوم بصقل قدراتنا القيادية على الشباب أيضا مسؤولية ضخ دم جديد، قيادات شبابية جديدة في هذه الحركة، الحركة العمالية. إذا كانت الحركة العمالية تفقد قوتها، حينها تكون تتعرض رؤيتنا لمجتمع تتحقق فيه المساواة والعدالة ستلقى الفشل هذه الرؤية. إذن مشكلتنا في النظام بحد ذاته، وهي ليست فقط في الفواكه على الشجرة، هي في الجذور. مشكلتنا تكمن في الجذور وليس في الأوراق. علينا أن نشن حملات، أن يكون هناك استثمار في الخدمات العامة، في مساعدة العمال اقتصادياً، إعطاء صوت ومساحة للمرأة للتعبير عن نفسها، وأيضاً السيطرة على اقتصادياتنا وتغيير جوهر اللعبة، أي أن العمال يجب أن يعتبروا هذه الجائحة ميزة بالنسبة لنا، لكي ننظم مزيداً من العمال ونثقف مزيداً من العمال، لأنه إذا كنا منظمين سنمتلك القوة لبناء عالم طبيعي أفضل لكي نحقق رؤيتنا وحلمنا هذا. Excelente, nice. Muchísimas gracias por su introducción. O sea, se nos ha ido dando algunos insumos que son parte. شكرا لك يا نايس على هذا العرض وعلى هذه الملاحظات الهامة لحوارنا لاحقا. أطلب من الجميع الآن طرح الأسئلة. إذا كان لديكم أسئلة يمكن لنا أن نبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة بعد الانتهاء من هذا الجزء الأول. يمكن أن تستخدموا نظام الشات أو الحوار لطرح الأسئلة، وسنتمكن من طرح هذه الأسئلة والإجابة عنها في نهاية هذا القسم الأول. دوروتيا، يسعدني أن أراك معنا اليوم. هل لك أن تخبرينا عن منظمتك، عن نقابتكم؟ أعرف أنكم عملتم كثيراً مع الشباب، وربما يمكن لك أن تحدثينا عن موضوع قد لا يكون شائعاً في الحركة النقابية، ألا وهو عمل النقابات على الوظائف الخضراء أو على العدالة البيئية أو العدالة المناخية. هل لك أن تحدثين المزيد عن ذلك وعن خبرتكم، لأنها خبرة متميزة ربما ومتفردة لكم، التركيز على الوظائف الخضراء، قضايا المناخ. كيف حققتم ذلك من منظور الشباب؟ كيف تمكنتم من بناء مثل هذه الحركة؟
Dorothea, لك الكلمة سيدتي. شكرا لك سيدي. أنا دوروتيا، أنا من اتحاد البحارة في كرواتيا ونمثل آلاف البحارة الذين يبحرون حول العالم. نقابتي جزء من الاي تي اف وهو الاتحاد الدولي الذي يمثل كافة عمال النقل حول العالم، وأنا أمثل الشباب العمال الشباب في هذا الاتحاد العالمي، وأنا رئيس مشارك في هذا الاتحاد العالمي لعمال النقل. وكشباب نحن نركز على تحديين أساسيين ويواجهان الشباب العمال اليوم. الأول هو التغير المناخي، والثاني طبعاً هو كوفيد-19، ونفكر بكيف يمكن أن نربط بين هذين الأمرين. نحن نمر بتغيرات كبيرة في مناخ الكرة الأرضية خلال العقود القليلة الماضية. هناك سقوط كثيف للأمطار، وهناك تغيرات مناخية كبيرة في كل أنحاء العالم، ونحن نسعى لتخفيف من التداعيات السلبية للتغير المناخي. وفي نفس الوقت جاءت جائحة كوفيد-19، ومع التغير المناخي هذه الجائحة أيضاً كانت تحدي واجه كل المجتمعات وكل العالم. هذه الجائحة كما هو حال التغير المناخي وضحوا لنا أهمية العمال، وكل العمال في المستشفيات، في المحال التجارية، وأيضاً في النقل، قطاع النقل. الكثير من هؤلاء العمال، خاصة الشباب والذين يعملون في ظروف خطرة، يعملون لساعات طويلة وبدخل متدنٍ وبظروف عمل سيئة. في نفس الوقت هؤلاء العمال هم من مكنوا العالم من الاستمرار في العمل، وهم الذين تمكنوا من تلبية الاحتياجات الأساسية، توفير الغذاء والصحة. بالتالي هنا تكمن أهمية العمال، وفي حالتي طبعا أنا أركز على عمال النقل والبحارة، لكن كل العمال لديهم أو قاموا بدور خاص وهام جدا خلال هذه الجائحة. إذن التغير المناخي وكوفيد-19 يجب أن يكون عنصراً هاماً سيسمح للعمال بالتأثير على المستقبل، أو ما يسمى بالوضع الطبيعي الجديد. من الصعب أن نعرف طبيعة هذا الوضع الطبيعي الجديد، ولكن من المؤكد أننا يجب أن نركز على حقوق العمال وعلى البيئة، الحفاظ على البيئة. كممثلين نقابيين دورنا الأساسي هو التأكد من أن الحكومات وكافة الأطراف المعنية وخاصة أصحاب العمل أن يتأكدوا من إيلاء الاهتمام لحقوق العمال. في نفس الوقت علينا أن نضغط على كافة الجهات المعنية للتأكد من العدالة في المجال التغير المناخي، لكي نتأكد من أن المستقبل سيكون أفضل مما هو اليوم. اليوم إذن لدينا فرصة أن نتأكد من أن العمال من الشباب وكل العمال يحصلون على الحماية المناسبة، وأن لا يكون الموضوع الاقتصادي هو العنصر الأساسي في الوضع الطبيعي الجديد. يجب أن نثقف العمال بحقوقهم، يجب أن نضغط على أصحاب العمل لضمان توفير السلامة في أماكن العمل، السلامة للعمال وأيضاً في المجال البيئي. نحن كلنا علينا أن نعمل سوياً، كافة الاتحادات النقابية والحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب العمل، أن نتأكد من الحفاظ على سلامة العمال والبيئة. أنهي هذه المقدمة بالقول بأننا كنقابيين يجب أن نتأكد من التضامن العالمي. التضامن العالمي يجب أن يكون في موقع مركزي من هذا الوضع الطبيعي الجديد، لأنه سيتأكد من ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. شكرا جزيلا.
Excelente, muchísimas gracias Dorotea por esta pequeña. شكرا شكرا جزيلا لك يا دوروتيا على هذا هذه المقدمة. الآن سنطلب من أشنا أيضا أن تحدثنا عن خبرتها عما يحدث في منطقتها وبشكل خاص في موريشيوس وأن تحدثنا عن الاتجاهات والعمليات الاقتصادية الجديدة البيئة الجديدة المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19 التي شكلت مرحلة انتقالية كبيرة لكن هناك تحديات كبرى من المثير أن نعرف ما يحدث في نقابتها وأيضا ما عمال المهاجرين. شكرا يا دبي. شكرا لإعطائي هذه الفرصة. أنا أشنا من اتحاد نقابات الموقفين الحكوميين في موريشيوس نمثل من اتحاد القطاع الحكومي العمال المهاجرين. نحن نعم تأثرنا بكوفيد-19 and conditions of employment. However, I would like to draw attention to a bit in the past. Like, مشكلة أو دلت الانتباه إليها. A law which was like an anti-worker law. كان لدينا قانون. Have struggled a lot, like for 10 years struggled to have an amendment of a new labor law. إلى مواجهة صعوبات كبيرة. خاصة في ظل التغيير الحاصل والضغط الذي سلطناه على الحكومة وتنظيم النقابي والتنظيمات النقابية الأخرى أرادت إدخال تعديلات على قانون العمل ولكن هذه العملية تعطلت بسبب أزمة كوفيد-19 الغرض من التعديل يهدف إلى توفير حماية أفضل للعامل في القطاع الحكومي لو أن الموظف في القطاع أو العامل في القطاع الحكومي طرد من الوظيفة أو أجبر على الاستقالة على التعويض وهذا أنا بالضرورة إدخال تعديلات على قانون العمل ولكن في المقابل كان هناك مدراء الشركات الكبرى الذين كانوا يدفعون باتجاه إدخال تعديلات من نوع مختلف ولكن بفضل الضغط الذي سلطناه على الحكومة من قبل كافة النقابية استطعنا أن نقنع الحكومة أن لا تلغي القانون بل أن تعدل القانون والتعديل يأخذ في الاعتبار وضع العاملين في القطاع الحكومي في القطاع الخاص وفي القطاع غير النظامي وتوفير مزايا إضافية على سبيل المثال لو سرح عامل من العمل لفترة من الوقت القانون ينص على منح هذا العامل 90% من آخر مرتب تقاضاه لفترة 3 أشهر ولكن نحن كنا ندفع باتجاه جعل هذه الفترة 6 أشهر وقلنا بعد 6 أشهر من تقاضي 90% من آخر مرتب يجب أن يتقاضى العامل 60% من نفس المرتب لستة أشهر أخرى. نحن كاتحاد مركزي لعدد من نقابات العمال لدينا مشكلة أيضا مع التواصل كبلد مستقبل اليد العاملة من الخارج لدينا جنسيات مختلفة من بنغلاديش من دول أخرى تستخدم لغة دفعنا باتجاه توفير دعم
هؤلاء العاملين الاستفادة من معلومات بلغتهم التي يفهمونها ودفعنا وزارة العمل لتوفير هذه الخدمات وأيضا دفعنا باتجاه توفير ضمانات لهؤلاء العمال وتشجيعهم على الانضمام إلى النقابات العمالية أن يصبحوا أعضاء في النقابات دفعنا أيضا باتجاه توفير دعم لهذه المجموعات من العمال المهاجرين للمطالبة بحقهم وبالطبع استفدنا من الدعم المقدم من التنظيمات النقابية الدولية في هذا المجال. In the previous legislation, if you are going to be terminated from your job, you are not going to benefit from your years of service. So the PRTF has been a الكثير من الحالات رأينا أيضا أن هناك محاولة لحرمان العامل من مزايا من جراء خدمته لفترة طويلة عندما يسرح من العمل. هذا ما دفعنا تجاهه. شكرا يا أشنا. Hemos hablado un poco de las especificidades en términos de las buenas prácticas que hemos venido desarrollando a nivel del movimiento. تحدثنا عن خصوصية الحركة النقابية ودور الحركة النقابية وعمل التحول التي ركزت عليها نايس والعمل مع الشباب توفير تدريب لهم وأيضا عملية التغيير الحاصلة في الحركة النقابية ككل. دوروثيا تحدث عن أهمية الظرف الحالي وضرورة التغطية الكاملة للعمال في ظل الأزمة الحالية وضمان توفير الرعاية المطلوبة لهم في ظروف متغيرة في بيئة قابلة للاستدامة. وأشنا تحدثت عن عمل التحول، كيف يمكن إحداث تغيير، كيف يمكن دفع الأمور إلى الأمام، كيف نستطيع نوفر حماية أفضل للعمال، وكيف نغير آلية التعامل مع العمال. هذه كلها لها آثار مهمة على وضع العمالة المهاجرة وضرورة ضمان تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بكامل حقوقهم. وأيضا يجب أن نفكر في الآثار الاقتصادية. رأينا كيف أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير وتحدثنا عن الجانب الأشمل الاقتصادي الأشمل من وجهة نظر التنظيمات، ولكن هناك ثلاث أسئلة متصلة ببعضها الآخر وأعتقد علينا أن نرى كيف يمكن أن نجد حلول لهذه الأسئلة الثلاثة. ما هو النموذج الاجتماعي الذي نريده وما هو الدور العمال الشباب في المجتمع الجديد الذي سيولد بعد انتهاء هذه الأزمة؟ وأعتقد أننا نستطيع أن نطرح مثل هذا السؤال على المتحدثين الثلاثة، وكيف يمكن للشباب أن يكونوا طرف أو لاعب أساسي في هذا الوضع الجديد الذي نشهده الآن ومع العودة إلى ما يعرف بالوضع الطبيعي الجديد. ربما دقيقة واحدة أو دقيقتين كحد أقصى لكل من الزميلات الثلاث. سأبدأ بدوروثيا. Thank you for your question. شكرا على هذا السؤال يا ديابي. I believe it's crucial that we lead the change that will happen and it will happen. من المهم مكان أن نرى الشباب يقودون عملية التغيير. علينا أن نضمن أننا سنكون طرف في إحداث هذا التغيير وأن نلعب دور في عملية التغيير. In the ITF Sustainable Transport Working Group that works on developing لدينا
الفريق المعني بإحداث عملية تغيير في قطاع النقل مثلاً، وننظر إلى هذه المسألة من زاوية مختلفة. وأنا عضو في هذا الفريق في اتحادنا المركزي، ونحن بصدد وضع سياسات، لكن علينا أن نجعل هذه السياسات تجد مكانا لها من حيث التنفيذ، وندفع باتجاه جعل الحكومات تفهم هذه الحاجة للتغيير، ونتفاوض مع أصحاب العمل ونتوقع منهم أن يقبلوا بالترتيبات. قلنا لهم أن التغيير يجب أن يحدث، التغيير يجب أن يحدث إذا ما أردنا أن نحافظ على هذا الكوكب وأن نحافظ على مكتسبات العمال. وهذا يعني أن النقابات يجب أن تلعب دوراً معززاً، دوراً إضافياً، ويحدوني الأمل أننا سنكون قادرين على جعل كل الأطراف تفهم ما نسعى للوصول إليه، ويحدوني الأمل أن هذا ما سيتحقق. شكراً. أشنا، الأخت أشنا. Thank you. For us, for our union, we need to recruit more young workers. We need to build stronger. تعلق الأمر باتحادنا، نشجع النقابات الأعضاء على كسب عضوية. Where we have no discrimination, because in our union we don't have إضافية between, من الشباب. And our leaders, our like our seniors, we say our mentors. It's good to understand that. وهناك حاجة لتدريب هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب بحاجة لأن يحذو حذو نموذج من سبقهم خبرة. هذا لا يحدث للأسف في العديد من المنظمات، وعلينا أن نزيل أي عقبة في التنظيمات النقابية التي هي أعضاء في اتحادنا، من تقف في طريق وصول الشباب إلى مراكز قيادية. أعتقد أن القادة النقابيين الحاليين يجب أن يكونوا النموذج الذي يحتذى به، عندئذ سيكون للتنظيمات النقابية صوت أقوى، تمكين الشباب من التعلم، الاستفادة من تجارب من سبقوهم، وإشراك الشباب في أنشطة التنظيمات النقابية المختلفة. شكرا. الرفيقة نايس. في ظل ما يحدث في أماكن مختلفة العالم، لا يختلف عن ما يجري في بلدي، الحكومة أخفقت في توفير ما هو مطلوب لعامة السكان، والشباب ليسوا استثناء في هذه الحالة. التجربة التي يعيشها الشباب الآن تجربة يجب أن تحفزنا وتدفعنا إلى العمل نحو بناء مستقبل أفضل من خلال بناء قاعدة رصينة، قاعدة قوية لتنظيماتنا النقابية، من خلال إشراك الشباب من قطاعات مختلفة في هذه العملية. إذن الإشراك الشباب لا يعني فقط إشراكهم في عمل النقابي، بل أيضا إشراكهم في إحداث تغيير في المجتمع، كما ذكرت الأخوات اللائي سبقني في الكلام. بالطبع التعليم، التدريب، التأهيل، كلها دور مهم لجعل حركتنا النقابية فعالة كفء، ليس فقط فيما يتصل بالتفاوض الجماعي، بل التفاوض الجماعي
من المنظور الأوسع. يجب أن نبقى على الجهد المبذول في مواجهة الرأسمالية التي تسعى إلى توسيع الهوة بيننا وبينهم. إذن نحن بحاجة إلى بناء قاعدة رصينة وأرضية مشتركة تسمح لنا بتغيير تنظيماتنا النقابية ومجتمعاتنا على حد سواء. هذا من شأنه أن يساعد على تحقيق ما نسعى إلى الوصول إليه. الحراك الاجتماعي ضروري من خلال التنظيمات النقابية. شكرا جزيلا يا نايس، شكرا على هذه الردود. العودة إلى ما يعرف بالوضع الطبيعي الجديد وكيف يمكن التنظيمات النقابية أن تلعب دورا مهما في بناء عالم جديد محتوى اجتماعي من نوع مختلف، كيف نستطيع أن نعزز هذه المفاهيم. ربما من المفيد أن أتقاسم معكم بعض الأفكار نحن نرى في هذه العملية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وعمدنا العمل على هذا الأساس في أمريكا اللاتينية بالتعاون مع اتحاد PSI، اتحاد العاملين في القطاع الحكومي في الخدمة العامة، وأيضاً أثر السياسات التي تؤثر في وضع الأشخاص من المجتمع الميم، الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة وضرورة تمتعهم بحقوق نقابية كاملة مع اندلاع هذه الأزمة. رأينا كيف أن فئات مهمشة ونفسها في وضع أضعف. استمعنا لما تناقشنا بشأن العاملين المهاجرين والصعوبات التي يواجهونها، وأعتقد هنا لدينا وضع مماثل في إقليم الأمريكتين. علينا أن نرى أن نفهم كيف يمكن جعل ما نقوم به كتنظيمات نقابية يعم بالفائدة على المجتمع برمته، وليس فقط على المجتمعات الطبقة العاملة والتنظيمات التي وبالتالي نحن بحاجة للتركيز على التعامل مع مظاهر مثل التمييز، سوء معاملة الأشخاص من مجتمع الميم، أشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة، وبالتالي علينا أن نناقش ما يمكن أن تقوم به الحركة النقابية لإدخال أو لتوفير ظروف أحسن في المجتمع بما في ذلك للشباب، خاصة ما يتصل بالتمييز، التمييز العنصري العرقي، حقوق الحصول على العمل. ولدينا بلدان في أمريكا اللاتينية معروفة بممارساتها ممارسات العنف بحق الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة، حتى وصلت إلى حد القتل. بالتالي يجب أن نجعل هذه العملية جزء من نشاطنا، كما هو الحال مع التعامل مع التمييز ضد المرأة، المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي كل هذه المظاهر يجب أن تكون جزء من النشاط الذي نطلع به، وخاصة ما يتصل بالمسائل المتصلة بالتمييز بحق ذوي الميول الجنسية المختلفة. سوف نعود إلى بعض الأسئلة التي وردتنا، وسأطلب من دورتي أن ترد على سؤال بشأن التمتع بالحقوق الأساسية في عالم العمل. طريقة تعامل الشركات الكبرى مع
التمتع بهذه الحقوق أثناء فترة أزمة كوفيد 19. دوروثيا، ما هو رأيك؟ نحن ندرك تماما أن الأزمة قادت إلى عدم تمتع عدد كبير من العمال بحقوقهم في مكان العمل. بعض منهم اضطر وطلبنا من أصحاب العمل أن ينظروا في ضرورة المحافظة على صحة العمال وضمان صحة أسرتهم عندما يعود العمال إلى بيوتهم. طلبنا الحكومة والوزارة التي وزارة العمل التي كنا التواصل معها بشكل مستمر، وحاولنا أن نغطي كل قطاع وأن نشمل كل عامل بالحماية المطلوبة. دفعنا باتجاه جعل أصحاب العمل يستمعون إلى رأي العمال ومصادر انشغالهم وقلقهم، وبالتالي مسألة ربطناها بشكل وثيق مع موضوع التغير المناخي، المحافظة على البيئة. المشكلة تواجهنا أن بعض غالبية أصحاب العمل لا يريدون أن يحافظوا على صحة العمل، أن يحافظوا على البيئة. همهم الأول والأخير هو زيادة الأرباح، وهذا يجب أن يتغير. شكراً. أشنا، هل لك أن تحدثينا قليلاً وتجيبي عن سؤال من الباكستان؟ أود أن أسمع وجهة نظرك بهذا الخصوص. السؤال يتعلق بكوفيد 19 وكيف تحولت الكثير من الوظائف في الاقتصاد النظامي إلى وظائف غير نظامية، وكيف تم استغلال ذلك حول العالم لخفض الانفاق. وليس ذلك فحسب، بل هذا يعني أن العمل في القطاع غير المنظم أصبح أكثر خطورة. إذن هناك انتقال من القطاع المنظم إلى القطاع غير المنظم، انتقال أعداد كبيرة من العمال. برأيك أشنا، ما هو دور النقابات؟ ما الذي يمكن لنا أن نقوم به لمصلحة العمال الذين ينتقلون من العمل اللائق إلى عمل غير لائق أو لا يمكن اعتباره لائق؟ يبدو أن هناك اتفاقية ضمنية أو ربما غير معلنة بتسهيل عملية الانتقال هذه. من الصعب ربما العودة إلى وضع طبيعي ما قبل كوفيد 19، لكن هناك مشاورات مع الحكومة بين نقابتنا والحكومة، وتمكننا من إضافة بنود في القانون. كما ذكرت سابقا، قلت لكم بأننا تمكننا من تعديل بعض بنود قانون العمل الجديد، وتمكننا من إضافة بند حول العمل العمل غير الاعتيادي، ألا وهو العمل ربما عن بعد الافتراضي الذي لا يحكمه أي نوع من القواعد. وخلال الجائحة كان العمال مضطرون للعمل عدة ساعات من المنزل دون أي نوع من التغطية من أصحاب العمل. بالتالي تمكننا من التفاوض مع الحكومة على بند خاص يتعلق بهذا النوع من العمل، وهو يقع ضمن إطار العمل غير النظامي بتحديد عدد الساعات والأجور وأيضا التأمين والضمان
الاجتماعي لكي يعرف صاحب العمل بأن عليه التزامات تجاه هؤلاء العمال. كذلك نسعى حالياً لتنفيذ لتمرير قانون يتعلق بالسلامة في سياق كوفيد-19. فإذا كنت أعمل من المنزل قد أكون معرضاً للخطر إذا لم يكن هناك بيئة مواتية للعمل في المنزل. بالتالي نسعى لوجود قانون جديد مرتبط بكوفيد-19 والسلامة المهنية في المنزل، وكذلك اعتبار هذا مرض، اعتبار كوفيد-19 على أنه مرض أو مرض مرتبط بمكان العمل، لأنك يمكن أن تصاب به في مكان العمل. النقابة اتحاد للعمال الذين يعملون بشكل غير نظامي في مجال الملابس وبيع الملابس في الشارع. إذن هؤلاء عمال يعملون حسب وقت محدد من قبلهم وهم لا يعرفوا حقوقهم. تم التواصل معهم من أجل الاستفادة من علاقتنا مع الحكومة، وخلال فترة الحجر تحدثنا مع الحكومة من أجل تحديد حد أدنى من الأجور بالنسبة لعمال المنازل وأيضاً العمال في القطاع غير المنظم، خاصة بالنظر للإغلاق حيث لم يتمكنوا من العمل، فكيف يمكن لهم تحقيق معيشتهم ومعيشة عائلاتهم. بالتالي طلبنا الحكومة بتوفير بعض الرواتب أو المعاشات لهم خلال فترة الإغلاق. كذلك بالنسبة لي تعليمات المتعلقة بعمل عمال المنازل، هناك عمال المنازل يسموا بوناتروفية وهم يعملون في المنازل في العمل المنزلي ولا يعملوا لساعات طويلة. بالتالي هذه تعليمات أو سعينا للعمل مع الحكومة لكي يعرف هؤلاء العمال بأنهم محميون بالقانون وبأن هناك عدد محدد من ساعات العمل وأنهم يحظون بحماية من الحكومة وأنهم يستطيعون الاستفادة من الحماية الاجتماعية، مثلاً الضمان الاجتماعي أو تعويض في حال الإغلاق أو عدم التمكن من العمل. وهذا كل ما لدي. شكراً لك يا أشنا. نايس. السؤال موجه لك. بالنظر إلى الوضع الطبيعي الجديد الذي نتحدث عنه، من المؤكد أن هناك تحديات. كيف يمكن حماية النساء خلال هذه المرحلة التي نشهد فيها تغيرات كبيرة؟ ما هي الشروط التي يجب أن تطالب بها النقابات؟ ما الذي يجب على النقابات القيام به لضمان تمكين موقف المرأة فيما يتعلق بالحقوق العمالية؟ هناك بعض التغييرات التي حدثت بالفعل، وهذه التغييرات تؤثر على أعداد كبيرة من الأشخاص، لكن كيف ستؤثر على النساء بشكل خاص؟ شكرا جزيلا لك على هذا السؤال. أولا نحن نطالب بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لأنها ستؤثر على سياساتنا الخاصة في الفلبين وبشكل خاص فيما يتعلق بالمرأة والنساء العاملات خاصة في المجال طبعا المنظم وغير المنظم. هناك بعض التشريعات الجيدة في الفلبين والتي تقدم حماية للمرأة، لكن المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 ضد
في المتعلقة بالعنف والتحرش في مكان العمل ستؤثر بشكل كبير على السياسات. ثانياً كما قالت الأخت أشنا، الموضوع لا يتعلق فقط بالنساء لكن الرجال أيضاً وكل العمال كلهم سيكونون بحاجة للاعتراف بأن كوفيد 19 هو مرض مرتبط بمكان العمل، وخاصة بالنسبة للنساء في اقتصاد الصحة أو العناية لأنهم يعملون في بيئة عمل خطرة، خاصة الممرضات مثلاً الذين يعملون في مهنة التمريض، ولا يوجد أي ضمانات، مثلاً لا يوجد أجر إضافي بسبب مستوى الخطورة، والنقابات لا تطالب بذلك، مع أننا على المستوى الوطني نطالب بذلك ونضغط من أجله، ولكنه ليس بالأمر السهل لأن الحكومة الآن تريد أن تركز على تقديم المعونة أو الدعم، لكن هذا لا يكفي. لهذا السبب نحن نطالب بدخل إضافي مرتبط بمستوى خطورة العمل، خاصة للنساء اللواتي تربين أطفالا لوحدهن، النساء اللواتي تتعرضن لضغوطات. ونحن في الفلبين عانينا من أطول فترة حجر وإغلاق مقارنة بكل دول العالم، بالتالي شهدنا زيادة في العنف ضد المرأة ولا تستطيع النساء تحقيق العدالة، بالتالي تواجهنا صعوبة بالتوجه إلى السوق. تخيلوا الوضع الصعب التي تواجهه النساء في حالة الإغلاق وعدم توفر المال. هذه ليست مهمة النقابات فحسب، بل مهمة الحركة النسوية. لهذا السبب نحن في الفلبين في سنترو، في نقابة سنترو مع نقابات أخرى، نعمل أيضا مع حركات نسوية كبرى، وهناك تحالف مع World March of Women ونساء اتحاد النساء الفلبينيات ومنظمات نسوية أخرى، ونتعلم منهن كيف يمكن لنا أن نعالج قضايا العنف، ما هي الأمور الأساسية التي يجب أن نفهمها كي نناضل وكي نكافح وكي نقاوم هذا العنف. حالياً نحن في الصفوف الأمامية للمطالبة بحقوقنا، ونتخوف من قانون مكافحة الإرهاب لأن النساء هن في الصفوف الأمامية. أنا أجيب هنا بشكل عام لكي أوضح بأن النساء أيضاً هم في الصفوف الأمامية، الصفوف الأمامية في النضال السياسي الأوسع، في نفس الوقت الذي نطالب به في تحقيق المساواة ومعالجة قضايا المرأة، نحن في نفس الوقت نطالب بمزيد من الاستثمارات في الخدمات العامة، و أن يكون هناك دراسة، أن يتم اتخاذ خطوات من أجل المساواة في الأجور في قطاع الصحة، حيث يعمل عدد كبير من النساء. نريد لاعتبار كوفيد 19 على أنه مرض مرتبط بمكان العمل أو إصابة عمل لكل من يصاب بها، كذلك أن يتم المصادقة على القانون 190 أو الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية. شكرا جزيلا لكن، شكرا لما أضفتموه لهذا النقاش وأيضا للإجابة على الأسئلة المطروحة. أود أن أشارككم خبرة من نقابة في المكسيك، فقد سمعنا من خبراتهم وبما أيضا يرتبط بمقالته دوروتيا فيما يتعلق بالعمل مع التغير المناخي، حيث تم تحالف مع نظام التعليم
لتوعية الأطفال والطلاب المدارس بهذه التحديات. وإذا كنا نطلع إلى وضع طبيعي جديد بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، سمعنا أيضا من جنوب أفريقيا وخبراتهم هناك وطرق جديدة في العمل، أساليب جديدة في العمل في جنوب أفريقيا والعمل من المنزل وكيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد. الإخوة والأخوات في جنوب أفريقيا قالوا بأنه ليس من السهل بالنسبة للشباب العمل من المنزل، وحتى يمكن أن نقول بأن الشباب طبعا كان هناك سؤال مطروح من جنوب أفريقيا، هل يجوز أن نعتبر أن الشباب يمكن أن يعملوا ويتوجهوا إلى أماكن العمل لأنهم كشباب لا أقل عرضة لهذا الفيروس، بينما كبار العمر يمكن لهم أن يعملوا عن بعد؟ ألا نعتبر هذا غير عادل أو اعتبار كبار السن على أنهم عرضة بالتالي يمكن لهم أن يعملوا من البيت، أما الشباب فعليهم أن يتوجهوا لأماكن العمل؟ قد يكون في هذا تمييز غير عادل. كذلك هناك حديث عن أشكال مختلفة وأنواع مختلفة من العمل، وقد يكون له مزايا وقد يكون له مساوئ بالنسبة للحركة العمالية. بالتالي ربما يجب أن نفكر بكيف يمكن لنا أن نبقى منظمين، كيف يمكن أن نبقى متأهبين كحركة عمالية لأننا نتحدث عن طرق جديدة في العمل قد تجعل العمل أكثر مرونة. والأخت آشنا أثارت هذه المسألة، والأخت نايس أيضا، وربما دوروتيا، حين نسعى لبناء وظائف مستدامة كيف يمكن أن نضمن سلامة العمال؟ نحن نتحدث عن الاستدامة، وفي نفس الوقت هناك أشكال جديدة من العمل قد تعرض العمال للخطر. شهدنا ذلك في قطاع الخدمات العامة، حيث النساء الفتيات الشابات في الخطوط الأمامية وهن عرضة للخطر ولا يمتلكن أدوات الحماية الضرورية أو اللازمة. وفي بعض البلدان يجب أن نركز على سلامة العمال، وهذا أمر هام. دوروتيا، هناك سؤال مطروح في الشات، فيما إذا كنتم تعرفون أي ممارسات فضلة في الاتحادات أو في النقابات العمالية أو مرتبطة بالنقابات العمالية، ونايس أثارت ذلك، هل هناك مجال يمكن للنساء أن تعمل سويا من أجل العدالة المناخية في إطار النقابات العمالية؟ حين نتحدث عن التغير المناخي فإن النساء تلعبن دورا أساسيا. هذه قضية عالمية تؤثر على كل شخص في العالم، ليس العمال فحسب، كل شخص حول العالم. علينا أن نعمل سويا، علينا أن نطور سياسات تضمن حماية كل عامل وخاصة النساء، وحماية كل جانب من جوانب المجتمع في حال اضطررنا لمواجهة كارثة مناخية وقد نواجهها. ويجب أن نسعى من أجل انبعاثات صفر كربون، صفر في العالم، هذا هو الطموح. وهنا تكمن مسؤولية الشركات الكبرى، لكن النساء العاملات أو العاملات الشابات وكل العمال يجب أن يفهموا أهمية ذلك، وعلى النقابات أن تضغط باتجاه تحقيق هذه الأهداف، وأن لا نسمح للشركات الكبرى بقيادة هذا التغيير، لأننا إذا سمحنا لهم بذلك ستفلت الأمور من أيدينا وتصبح الشركات الكبرى
وأصحاب العمل هم الذين يتولون زمام الأمور، وهذا ما لا نرغب به، لأنهم قد يقوموا بحماية المناخ بشكل جزئي، لكنهم لن يقوموا بحماية حقوق العمال. هذا مهم بالنسبة لنا، للشباب، العمال من الشباب، للعمال من النساء، لكل العمال. يجب أن نتأكد من أن نكون جزءاً أساسياً من هذا التغيير. شكراً. الآن هناك سؤال أيضا مطروح، وربما يمكن لك الإجابة عن هذا السؤال، ألا وهو المتعلق بالعودة إلى الوضع الطبيعي، وهذا ما كنا نتحدث عنه قبل أن نستمع إلى دوروثيا، وما هي تداعيات هذه الجائحة. وهناك ظاهرة واحدة شهدناها حول العالم نتيجة لهذه الجائحة، ألا وهي انخفاض في ساعات العمل، في عقود العمل، وفي بعض القطاعات أيضا، وما بين الأكثر تضررا في كافة القطاعات كان الشباب. كذلك كان هناك انخفاض في الأجور، انخفاض كبير في الأجور، وهذا له تداعيات اقتصادية واجتماعية في كل البلدان. السؤال هو ما الذي نقوم به؟ ما هي الخطوات التي سنتخذها كنقابات؟ ما الذي يمكن أن نقوم به لمصلحة الشباب، خاصة العمال الشباب المتضررين وهم الأكثر تضرراً؟ كيف يمكن لنا مقاومة هذه السياسات التي تطبق في بعض أنحاء العالم؟ ما الذي يمكن أن نقوم به لمقاومة ذلك، لوقفه، لوضع حد له؟ كيف يمكن أن نعود للحياة الطبيعية دون أن نسمح بأي ضرر على حقوق العمال؟ الأخت نايس، بالنسبة لي وبالنسبة لنقابتنا، لا يوجد تقصير في إحداث التغيير. نحن سنستمر في النضال من أجل حقوقنا، من أجل حقوق النقابات، حقوقنا السياسية، ولا نريد أن نخسر هذه المعركة، لا نريد أن نخسر حقوقنا. ومن أجل حماية هذه الحقوق علينا دائما أن نرفع صوتنا كنقابات، وأن نتأكد من إسماع صوتنا. يجب أن نعمل سويا. ففي الفلبين على سبيل المثال، نحن هناك مراكز عمالية مختلفة، والمشاكل الحالية لا يمكن معالجتها بشكل فردي أو على الصعيد الفردي أو على صعيد كل مركز عمالي أو كل نقابة. لا يمكن لكل نقابة أو كل جهة التعامل مع هذه القضايا لوحدها. يجب أن نعمل سويا في معالجة هذه القضايا. ولكن كما ذكرت سابقا، إذا أرادت الحكومة أن تنقذ أحدا، من الأحرى بها أن تنقذ العمال وأن تولي اهتماماً لنظام الصحة، وأن يكون هناك فرص عمل أكبر. إذا كانت الحكومة ستقوم ببناء نظام صحي جيد، هذا هو الوقت المناسب لحكومتنا وحكومات البلدان الأخرى. يجب أن يكون لديها مخطط لبناء وتمكين الخدمات العامة، خاصة خدمات الصحة العامة، لأنها يمكن أن تولد فرص عمل، من شأنها أن تساعد الاقتصاد على استعادة عافيته، ومن شأنها أن تولد قوة شرائية لدى العمال. وبالنسبة للنقابات، من واجبنا أن ننظم العمال، ننظم عمالنا، وليس فقط تنظيمهم في النقابات. لا يكفي فقط أن يسجلوا عضويتهم في النقابة، يجب أن نعمل كنقابة، كاتحاد. أعرف أن هناك الكثير منا متواجدون في هذه القاعة. أذكر القانون 109 أو الاتفاقية 190، مرة تلو الأخرى، أوروغواي وفيجي تمكنا من
المصادقة عليها وهي تتعلق بالعنف والتحرش في عالم العمل. وبما أننا نواجه هذه الجائحة فإن هذه الجائحة لن توقفنا من الضغط من أجل ذلك. هنا في الفلبين سنعقد المشاورات الأولى بخصوصها في آب أغسطس المقبل، وسنبدأ بعملية المصادقة على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، ونريد للنقابات أن تكون نشطة في هذا المجال، ومن خلال الضغط عليها نحن لا نتخلى عن حقوقنا، بل على العكس نتأكد من إسماع صوت مطالبنا. ويجب أن تعمل كافة النقابات يدا بيد، وعلى النقابات أن تكون واعية تماما لكل هذه العمليات، لأن مساوئ هذه الجائحة هو أن أصحاب العمل والحكومة ستقول نحن أيضا نعاني، ونريد أن نقلل من مكتسباتكم في التفاوض الجماعي وما إلى ذلك، أو قد يقولوا هذا ليس هو الوقت المناسب للمطالبة بالحقوق. لهذا يجب أن نتأكد من حماية حقوقنا وحماية مكتسباتنا في نفس الوقت الذي نناضل بقوة، وهذا يتطلب تثقيف الأعضاء وتثقيف العمال الزملاء من العمال. شكرا أشنا، هل لك أن تردي على هذا السؤال؟ نعم. أيضا من جانبنا ننظم حملات لمساعدة العمال على مواجهة الطلبات المتكررة من أصحاب العمل لتخفيض ساعات العمل، تخفيض الأجر إلى آخره. لو كنا عامل منتمي إلى نقابة ورغب صاحب العمل أن يغير ترتيبات العمل، فإنه يجب أن يخوض في تفاوض مع التنظيم النقابي الممثل العمال قبل أن يتخذ القرار. عندما تردنا طلبات من أعضاء النقابة ومن عمال بشأن من يجب اتخاذه، نطلب من رب العمل من خلال رسالة خطية أن يجري تشاور. في قانون العمل أيضا لدينا أحكام خاصة بشأن طريقة التفاوض مع العمال أو المنظمات الممثلة للعمال عندما يتصل أمر بتخفيض ساعات العمل لفترة محددة من الزمن، ولكن هذه الترتيبات يجب أن تخضع لمتابعة من قبل التنظيم النقابي ممثل العمال ووزارة العمل. من المهم بمكان أن يكون العامل على دراية بحقوقه، والتنظيم النقابي مسؤول ضمان الاستفادة الكاملة من الأحكام، أحكام القانون. وبالطبع هذا يعني أنهم بحاجة لعملية تثقيف، تعريف بأحكام القانون، ما هي حقوق العامل، ما الذي يسمح للعامل التمتع بأي حق، وما الذي يجب أن يمكن. بالتالي هذا يعني أننا بحاجة لزيادة التنظيم النقابي، عضوية الاتحاد النقابي. من مهم مكان أيضا أن نستفيد من التكنولوجيا الحديثة في الوقت الراهن، الاستفادة من منصات الإلكترونية، هذه الاجتماعات الافتراضية، زوم، كلها مسائل مهمة
يمكن الاستفادة منها لتثقيف أعضاء التنظيمات النقابية لتوعيتهم لتعريفهم بما يمكن القيام به وكيف يمكن التعامل مع أصحاب العمل في حالة لجوئهم إلى أساليب مختلفة في ظل هذه الأزمة الحالية أزمة كوفيد 19. شكرا. ماذا عنك يا دوروثيا؟ كما ذكرت أخواتي وأشنا عرجت على موضوع التثقيف والتوعية الذي يبقى عنصر مهم في ظل الأزمة الحالية في قطاع النقل. نرى أن العديد من شركات النقل البحري تحاول توفير المصاريف ولا تعيد البحارة إلى بلدانهم وتبقيهم على ظهر السفينة. البحارة يجب أن يبقوا في وضع صحي جيد، في وضع ذهني جيد، إذا ما أريد لهم أن يمارسوا عملهم. ولكن الشركات تحاول أن تحقق وفورات وتبقي البحارة على متن السفن ولا تسمح بعودتهم ولا تدفع تكاليف عودتهم إلى بلدانهم. يجب أن نضمن أن هناك ممرات آمنة تسمح بإعادة البحارة والعاملين على متن السفن إلى العودة إلى بلدانهم والمحافظة على صحتهم. الحكومات أيضا مسؤولة عن إعادة مواطنيها الذين يعملون على متن السفن. في كثير من الحالات نرى أن هؤلاء العاملين يعانون من أوضاع صحية صعبة، يفقدون وظيفتهم في نهاية المطاف، وهذا يكون له آثار نفسية وذهنية. في كثير من الحالات تلجأ شركات المالكة للسفن إلى الادعاء بأن البحارة هم شباب في وضع صحي جيد يستطيعوا أن يبقوا على متن السفينة. بالتالي يجب أن ندفع باتجاه جعل كل الأطراف تتحمل مسؤولية التنظيمات النقابية الممثلة للبحارة والعاملين على متن السفن، الحكومات، أصحاب المالكي السفن. هذه كلها مسائل مهمة. شكرا جزيلا يا دوروثيا على هذه الردود التي تغطي عدد من الأسئلة. هناك العديد من التحديات التي علينا أن نتعامل معها. علينا أن نفهم الحاجة للعمل مع جهات أخرى، مع أطراف اجتماعية أخرى. واحدة من أكبر التحديات جعل التنظيمات النقابية في أماكن مختلفة تعمل سوية وأن تذهب إلى أبعد ما هي من المسائل المتصلة بحقوق العمال بل الحقوق الاجتماعية الأخرى. يجب أن نعمل على أساس مبدأ المواطنة، مبدأ إشراك كل مواطن وكل ما يتصل بالأجر، بالمساواة بين الجنسين، العمل اللائق، التمتع بحقوق في عالم العمل، والأجر الذي يوازي طبيعة العمل الذي يقوم به. أيضا في مواجهة العمل غير المستقر في قطاعات مختلفة، في أنشطة أخرى خاصة مثلا في القطاع الزراعي. أعتقد من الناحية التاريخية هناك قطاعات مهمة حتى في ظل ظروف اعتيادية كانت تعاني من قصور، هناك نقص وثغرات في تمتع بحقوق أساسية. إذن علينا أن نفكر في جد وسيلة تجعل التنظيمات النقابية تعمل بشكل مستمر للاستجابة
المتطلبات والاحتياجات الجديدة في ظل الظروف الجديدة. علينا أن نتعامل مع كل هذه المسائل. أعتقد من المهم أن ندفع بمثل هذه التوجهات، لا نقتصر على اتفاقيات العمل وما يتصل بالتنظيم الرقابي. يجب أن نفكر في المجتمع برمته. هناك زميم من أوغندا بعث بسؤال حول كيف يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي وكيف يمكن الاستفادة من هذه الفرصة للحد من العمل في القطاع غير المنظم، وندفع باتجاه تحويل كل الوظائف إلى القطاع النظامي. علينا أن نسأل أيضا كيف يمكن الحركة النقابية مثلا في الفلبين أن تدفع باتجاه المحافظة على الأجر. وسؤال آخر موجه لكم جميعا، سنحاول أن نربط بين كل هذه المسائل في آن معا. الوقت يدركنا، الوقت ضيق. Para generar que estas buenas prácticas y estos buenos contenidos يجب أن نرى كيف أن ما تتخذه الدول من إجراءات يجب أن يتحول من نشاط له علاقة بالتنظيم النقابية إلى نشاط يشمل المجتمع برمته مرورا بالتنظيمات النقابية. الأخت نايس، بالتأكيد هذا سؤال مهم ويأتي في الظرف المناسب. التنظيم النقابي يجب أن تذهب في نشاطها إلى أبعد مما له علاقة بحقوق العمل، الأجر، عالم العمل. يجب أن ننظر في الظروف المجتمعية كاملة. ولكن مع ذلك نحن ندفع باتجاه رسم معالم الخطة المستقبلية التي نريد أن نراها تتحقق في بلدنا من ناحية السياسات، القوانين المعتمدة، وتحويل القطاع المنظم غير المنظم إلى قطاع منظم في مواجهة ما تسعى الشركات. نحن ندفع باتجاه جعل أعضاء البرلمان المشرعين يأخذون بعين الاعتبار هذه المسائل من خلال رسائل إلكترونية ترسل لهم، حملات تنظم في الدوائر الانتخابية، وأيضا ندفع باتجاه كشف الحقائق، التعريف ب نظام الضرائب. نحن نواجه صعوبة كبيرة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة. نرى أن العامل يدفع ضريبة الدخل، في حين أن الشركات الكبرى تحقق أرباح هائلة لا تدفع إلا النزر اليسير من الضرائب. إذا نريد أن نرى درجة أكبر من توزيع للثروات، نرى أصحاب العمل القطاع الأعمال يدفع نصيبه من الضرائب التي تجنيها الدولة. وفي الفلبين نواجه مخاطر كبيرة محدقة بالتنظيم النقابي من جراء عدم دفع الحكومات لإجبار الشركات على دفع المساهمات المتوقعة. ثم فيما يتعلق باتجاه عدم جعل التنظيمات النقابية تتنافس فيما بينها، تحاول أن تظهر نفسها أنها أفضل من غيرها،
And we need to battle with that. يجب أن نعمل سوية. There's no shortcut, like what I've mentioned. We need to continuously يجب أن نستمر في تعزيز عملية التنظيم النقابي وأن نضمن أن قادة الحركة الأعضاء يفهمون رجال السياسة ومتخذي القرار كيف يجب أن نعمل وكيف نستجيب. عندما بدأت هذه الأزمة حددنا النقاط التي نريد أن نستند إليها في مشاوراتنا وتفاوضنا مع الحكومة, طبعا دون أن ننسى أن هذا له علاقة بالهدف الأشمل. وأريد أن نشدد على نقطة أخيرة, في 29 من أكتوبر تشرين الأول سوف يكون هناك يوم عالمي للعاملين في قطاع الرعاية, وبالتالي يجب على كافة التنظيم النقابية أن تعبر عن تضامنها مع هذا اليوم العالمي وأن ندفع الحكومات للاستثمار بشكل أكبر في الخدمات العامة كجزء من سياسة الاستثمار خاصة في اقتصاد الرعاية الذي نوفره. شكرا. أشنا, أعتقد أن علينا أن نعمل سويا مع الحركات الاجتماعية لأننا كلنا مسؤولون عن تغيير العالم الذي نعيش به, وبالتالي علينا أن نعمل مع الحركات الاجتماعية المختلفة. كما سمعنا سابقا, هناك الكثير من العمال المهاجرين أو الوافدين هنا, ومن الصعب العمل لوحدنا مع هؤلاء العمال الوافدين لأنهم من عدة دول. بالتالي كاتحاد نقابي عملنا مع حركات اجتماعية في موريشيوس مثلا, المنظمة الدولية للعمال الوافدين أو العمال المهاجرين, هناك منظمة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين أو الوافدين, وهناك منظمة تعمل مع عمال من مدغشقر, ونعمل مع منظمة العمل الدولية ومع إندستريال اتحاد الصناعات وغيرها. علينا أن نحقق تغييرات اجتماعية في البلد, ولا نستطيع أن نحقق ذلك لوحدنا, لأننا معا سيكون لدينا قوة أكبر وتأثير أكبر. من الأفضل أن نعمل بالتعاون مع النقابات أو جمعيات أو حركات اجتماعية مع المؤثرين, وبدلا من أن نتنافس يجب أن نعمل سويا, يجب أن نتعاون في كل البلدان. شكرا. كذلك أود أن أضيف بالنسبة للعمال الوافدين أو العمال المهاجرين في موريشيوس, هناك جلسات توعية نعقدها للعمال المهاجرين أو العمال الوافدين لأنهم من دول أخرى أتوا إلى موريشيوس للعمل, ونريد أن نقوم بتوعيتهم حول حقوقهم ولكي لا يكونوا عرضة لاستغلال أصحاب العمل. بالتالي كنقابة نحن نقدم لهم المشورة ونعقد لهم اجتماعاً شهرياً يوم الأحد, نثقفهم حول حقوقهم بلغاتهم الأم, وخاصة بالنسبة للعمال يقوم بذلك العمال الشباب في نقاباتنا. كما قلت لكم سابقاً, هناك عمال شباب في نقابتنا يتحدثون عدة لغات, هندي فرنسي وسوى ذلك, يستطيعون التواصل مع العمال المهاجرين أو الوافدين. وفي كل نقابة يجب أن يكون لديها مثل هؤلاء الأشخاص الذين يستطيعون التواصل مع العمال الوافدين أو المهاجرين لأنهم الأكثر عرضة للخطر في هذه البلدان, وعلينا أن نعمل سويا معهم. شكرا. شكرا لك أشنا. دوراتيا, شكرا. أولا أود أن أشير أسلط الضوء على مسألة ذكرت السؤال من يوغندا وحول تنظيم العمال في القطاع غير المنظم. أود فقط أن أشير إلى أن لجنة الشباب من عمال النقل التي
inspire the informal workers and the organization of the informal workers. And I'm happy to hear. وشكل جزء منها تركز على العمل قطاع العمل غير المنظم ويسعدنا. أننا شاركنا مع زملاء في نقابة من يوغندا نقابة عمال النقل وقمنا بتنظيم فعالية كبيرة لتنظيم العمال في القطاع غير المنظم وكانت نقطة بداية جيدة بالتالي على النقابات أن تبحث عن هؤلاء العمال في القطاع غير المنظم وتبدأ بتنظيمهم ولدينا نماذج وقصص نجاح من يوغندا ومن دول أخرى لتنظيم العمال في القطاع غير المنظم لضمهم للنقابات بالنسبة للتعاون بين النقابات على الصعيد الوطني برأيي أن أهمية النقابات لها أهمية كبرى في المجالات المختلفة التي تعمل بها مثلا العمل مع البحارة هذا مهم ونحتاج إلى تطوير علاقات جيدة مع الوزارة من أجل ضغط عليهم للتفكير دوما بالبحارة وبالعمال بشكل عام لأن النقابة هي التي لأن الوزارة هي التي تأخذ قرارات بخصوص التعليمات والقوانين وغالبا ما ينسوا الأشخاص يفكروا بكل الأمور وينسوا العمال مهمتنا الأساسية تتمثل بأن نتأكد أن يتذكروا العمال في كل خطوة يقومون بها وأن يتذكروا دوما أن عليهم حماية العمال وهذا مهم على الصعيد الوطني وهو مهم على الصعيد الدولي على سبيل المثال عشان ذكرت منظمة الأعمال الدولية ومنظمة الأعمال الدولية هي منصة هامة جدا لضمان حماية كل العمال وأن يتم تطبيق والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتطبيقها واستدخالها في التشريعات الوطنية وهذه مهمة تقع على عاتق النقابات الوطنية ضمان استدخال التشريعات والقوانين الدولية في التشريعات الوطنية وإذا لم يكن الأمر كذلك إذا كان هناك فجوات على النقابات أن تسلط الضوء على هذا النقص وتضمن قيام الحكومات بتطبيق هذه الاتفاقيات الدولية واستدخالها في التشريعات الوطنية لحماية العمال شكرا شكرا جزيلا لكم لثلاثتكم بسرعة وسأعطي دقيقة لكل منكم لأفكار أخيرة أعتقد أن الفكرة تتمثل برسالة نوجهها للنقابات وللشباب بأننا نستطيع إحداث التغيير نستطيع فتح مساحات لنا وأننا نستطيع أن نوضح أن النقابات لديها أكثر من أجندة عمل واحدة إذن فكرة أخيرة نبدأ بنايس تعظيم صوت الشباب لا ينحصر فقط بأن ننشط في نقابتنا فحسب بل أنا أتأكد من أن نكون جزءا من كل العملية عملية تحويل وتغيير المجتمع التغيير الذي يؤثر علينا يهمنا إذا كانت عدم المساواة تؤثر علينا فإنها تهمنا إذا كانت الظلم والعنصرية ورأس المال والأبوية رأس المال والأبوية الرأسمالية والأبوية تؤثر علينا إذن هي تهمنا إذن لا يكفي أن نكون ناشطين في نقابتنا بل أن نكون ناشطين لضمان تغيير المجتمع إذن يهمنا كل الأمور كل القضايا تهمنا وكل الأماكن تهمنا وأعتقد أن الشباب ليسوا قادة المستقبل أو قادة الغد بل قادة اليوم لأننا معنيون شكرا جزيلا لك يا نايس أشنا يجب أن نكون مبتكرين لزيادة عدد الشباب في صفوفنا يجب أن نحث الشباب على الانضمام لنقاباتنا يجب أن ننشط عبر الزمن لا يكفي فقط أن نطالبهم بالانضمام بل أن نوضح لهم أهمية النقابات ونزيد من عددهم وأن نوضح لهم أن علينا أن نتحرك يجب أن نضم مزيدا من الشباب إلى صفوفنا لأن الشباب هم مستقبل
هم مستقبل العالم ويمكن للشباب أن يحركوا العالم. أنا أريد أن يصبح كل الشباب أعضاء في النقابات وأن يصبحوا ناشطين في هذه النقابات لأنهم هم قادة التغيير. شكراً. شكراً لك يا نايس. شكراً لك يا أشنا. دوروثيا. سأتحدث باختصار. أعتقد أن هذا النوع من الندوات عن بعد وعدد المشاركين في مثل هذه الندوة توضح بأن الشباب معنيون مهتمون واعون للقضايا التي نواجهها ويرغبون باتخاذ خطوات للتغيير. ونحن بهذا التضامن العالمي أنا 100% متأكدة من أنه سيكون لنا مستقبل مستدام ووظائف مستدامة لكل العمال وليس فقط العمال من الشباب. وهذه رسالة إيجابية صادرة عن هذه الندوة الافتراضية. ونحن محظوظون لأنه برأيي الشخصي أنا محاطة بعدد كبير من الشباب والشابات الناشطين النقابيين الذين يبذلون قصارى جهدهم لضمان أن يكون العالم عالماً أفضل لنا جميعاً. وأنا سعيدة لأنني جزء من هذا الحراك. شكراً جزيلاً. شكراً لدوروثيا أشنا ونايس لمشاركتكم خبراتكم معنا وطرق التي تقومون فيها بإدارة التغيير وقيادة الحركة النقابية. لقد وضحتم لنا بأن هناك عدة تحديات نواجهها اليوم، نواجهها كنقابات وأيضا كمجتمعات، ونحن نسير باتجاه وضع طبيعي جديد. وعلينا أن نوضح رؤيتنا للمجتمع المستقبلي، رؤيتنا للنموذج الذي نريده في المستقبل. نحن نناضل من أجل المساواة، نناضل من أجل احترام حقوق الإنسان، ونناضل من أجل محاربة التمييز، ونريد عدالة ضريبية، عدالة في الضرائب، ونريد أن نعمل سوياً من أجل مكافحة التغير المناخي. نريد سياسات تضع الإنسان في مركزها وفي صلب أولوياتها. نحتاج للتضامن، نحتاج للدعم، ومن الواضح أن دور الشباب والنساء والرجال أساسي وحيوي في النقابات، وعلينا أن نخرج بمقترحات واستجابات واضحة. لا يكفي فقط الأفكار المطروحة من المجتمع، لا يجب أن يكون دورنا هو فقط رد فعل، يجب أن نطرح أفكارنا، أن نطرح رؤيتنا لما نصل إليه. لهذا وكما سمعنا من نايس، علينا أن ندفع من أجل المصادقة على اتفاقية رقم 190 ضد التحرش والعنف في مكان العمل، ويجب أن نناضل من أجل جسر الفجوات الاقتصادية في المجتمع. كذلك يجب أن نعمل من أجل مقاربة تفاعل ما بين كافة الأجيال، ويجب أن يكون هناك روابط وتحالفات مع قطاعات أخرى. هذه التحالفات هي التي ستزيد من قوتنا، وهي التي ستؤدي إلى التغير الاجتماعي الذي نريده. شكراً لكل المشاركين. كان هناك الكثير من الأسئلة والأفكار الرائعة والكثير من التفاعل الإيجابي. آمل أن نعمل أن يكون قد عدا ذلك بالفائدة على الجميع. شكرا للأخوات الثلاثة معنا هنا على مشاركتنا خبراتكم. أسعدتم مساء، أسعدتم صباحا، وبهذا نغلق.